السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبب مهم جدا من أسباب نقص المشاهدات ونقص الأرباح الفترة الأخيرة. المشاهدات حتى لو موجودة ففي نقص في الأرباح. سبب مهم جدا هو كأس العالم. كأس العالم اليوتيوب مركز كل الإعلانات بتاعته على الفيديوهات بتاعت الكورة. تمام، وده مش كلام كده. انا كلمت بتوع الدعم، لقيت الار بي ام بتاعتي منخفضه جدا جدا، فكلمتهم. فمن ضمن الاسباب اللي ذكروها ما قالوش كاس العالم، لا، قالي معظم الفيديوهات ممكن ما يكونش بيعرض عليها اعلانات. قالي ده بسبب ان ممكن المخزون بتاع الاعلانات مش مكفي. يعني ايه بقى؟ انا مالي؟ بس هو كده نفهم من كده ان الاعلانات اليوتيوب بتوزعها على حسب الترند. الترند دلوقتي اللي شغال هو كاس العالم، والحمد لله خلص وربنا يصلح الحال بقى والدنيا ترجع زي ما كانت واكتر، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله. احب اقول لكم ان استمروا، ما تيأسوش. الاستمرار اكيد في يوم من الايام هيبقى فيه حاجة كويسة، لكن لو يئست من اول مرة وسبت الدنيا مش مستحيل هتشوف تحسن في اي حاجة. لازم تكمل للنهاية. كملوا كملوا كملوا. شكرا لكم، مع السلامة.